السلام. وهذا الموضوع هو ما اختارته وزارة الأوقاف ليكون موضوع خطبة اليوم على مستوى الجمهورية بإذن الله تعالى. وما أحوج الأمة إلى أن تتدبر هذا المعنى العظيم، معنى السلام في الإسلام. نعم، الإسلام دين السلام، وإن السلام المنشود الذي ينشده العالم وتسعى إليه الدول والمنظمات بل والأفراد مسطور في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يتحقق سلام في العالم أبدا إلا إذا طبق ما جاء في القرآن وما جاء في السنة النبوية المطهرة. السلام الذي تكلم عنه الإسلام ليس سلاما بين دول وبعضها فقط، ولا بين منظمات وبعضها فقط، وإنما هو سلام بين الإنسان ونفسه، سلام بين الإنسان وجاره، سلام بين الإنسان وأبنائه، وبين الإنسان وذوي رحمه، وبين الإنسان ومن لا يعرفهم ممن هم على دينه، وبين الإنسان ومن لا يعرفهم ممن هم على دين آخر، بين المسالمين لك ومع المحاربين لك. سلام وقت السلم وسلام وقت الحروب. فنظرة الإسلام كانت نظرة أكبر وأوسع وأشمل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وكأن الله عز وجل يقول لمن يبحثون عن سبل السلام أو يريدون تحقيق السلم والسلام في الأرض: إياكم ووساوس الشيطان، إياكم ومداخل الشيطان التي يريد من خلالها إفساد ما تريدون من خلال تفرقة بين من تحبون ومن لا تحبون، أو بين من هم على دينكم ومن هم على دين آخر. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،